السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت سماحة الشيخ. مثل الرجل يسرى لها الصلاة على الميت مثل الرجل، صلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى أو في البيت على صلي مع أهل البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة. الرسول نهى عن اتباع الجنائز للموتى، لأنها المرأة تتبع الجنائز وأن تزور القبور. أما الصلاة على الميت في مشروعة للجميع، للرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته صلي عليه مع أهله. نعم، جزاكم الله خيرا.